كمل المحاضرة شباب. آخر شيء وصلنا إليه هو هذا السكشن، هذا السكشن والسكشن اللي بعده، وصولا إلى الموضوع اللي هو Instruction Format، راح ينعاد في محاضرات قادمة إن شاء الله، فبالتالي ما أريد أعيد أكثر من مرة حتى نستغل الوقت. Instruction Formats: any instruction issued by the processor must carry at least two types of information. كل إعاز ينفذ الكمبيوتر أو ينفذ البروسيسر لازم يحتاج على الأقل نوعين من الفورماتس. يعني أنه أنا مثلا عندي مدير، هذا المدير يريد ينطيني فد أمر أو فد إعاز، هذا الإعاز شلون راح أنفذه؟ لازم أعرف على الأقل شنو نوع الإعاز اللي يعطيني إياه، وشنو أو المكان اللي المفروض أنه أروح له حتى أنفذ الإعاز. فبالتالي أحتاج على الأقل at least two types of information. شنو الانفورميشن هنا اللي موجودة أو يقدر يوفر لي إياها هذا الانستراكشن؟ These are the operation to be performed. شنو نوع الاوبريشن اللي المفروض أنفذه؟ مثلا يعني أنه تكون multiplication, division وإلى آخره. Encoded in what is the called the opcode field. يعني المفروض أنه يكون عندي الفيلد الأول هو شنو؟ opcode أو الoperation code. And the address information of the operand. شنو عنوان الoperand اللي المفروض أنه أنا أنفذه؟ مثل ما قلت لكم المثال قبل شوية، أنه راح يقول لي مثلا رتب لي الملفات، يا ملفات وين موجودة؟ موجودة مثلا في غرفة السجلات أو غرفة الرواتب وإلى آخره. On which the operation is to be performed. Encoded in what is called the address field. يعني المفروض أنه يكون لازم عندي two fields على الأقل. الفيلد الأول اللي هو الأوبريشن كود، والفيلد الثاني اللي هو الأدرس كود. زين، هذا راح يقودني إلى آلية تنفيذ الإعاز. شلون راح أنفذ الإعاز؟ عندنا أربع طرق. أول شيء اللي هي الـ 3 address instruction، وعندنا الـ 2، وعندنا الـ 1، وعندنا الأخير اللي هو الـ 0. إحنا بهاي المحاضرة إن شاء الله راح نأخذ 2 types، وراح نأخذ عليهم أمثلة، وهذه الأمثلة أريد أنتم هم يعني تسووا لي مثال، وراح أعطيكم إن شاء الله الهوم وورك الخاص بي حتى نقدر نحله ونتواصل بي إن شاء الله. الانستركشن تايبس قلنا إنه عندنا أربعة. can be classified based on the number of operands. تصنيفه شلون راح يكون؟ عشوائي؟ لا، أكيد راح يكون على شكل أو على عدد الأوبرانس اللي راح أستخدمه. يعني أنا من أقول 3، فإذا أنا راح أستخدم 3 أوبرانس. من أقول النوع اللي هو 2، يعني راح أستخدم 2 أوبرانس. ملاحظة جدا مهمة، لأنه يقعون بالخطأ هواية طلاب. أقول له مثلا 2 يحل إياها بال 3 أو يحل إياها بال 1، مع العلم أنه هو التسمية كافية أنه تعرف أنه كم أوبراند راح أستخدم. أول نوع اللي هو 3 address instruction. An instruction that have three operands. One of the operand specify the destination. يعني هسه أنا مثلا حتى شوي نستبق الموضوع، أنا عندي هسه هذول three operands. لازم هذا اللي هو على هذا الجانب شو يكون؟ يكون destination. يعني شنو destination؟ يعني هذول ايش راح يجرى عليهم عملية؟ راح يكون هذا النهاية مالته. يعني هنا المخزن مالته، الخزن راح يكون هنا. زين، فإذا specify the destination as an address where the result is to be saved. يعني إذا هنا الـ destination هو خاص بمنه؟ خاص بالأوبراند اللي راح يخزن لي the result، النتائج اللي راح المفروض تخزن. The other two operands، الأوبراند الأخرى هذول الاثنين شنو غايتهم؟ specify the source either as address of memory location or constant. يعني هنا من الممكن انه اما تكون ادريس، العفو ميموري لوكيشن، او تكون هنا كونستانت، او يكونون اثنيناتهم كونستانت، او يكونون اثنيناتهم ميموري لوكيشن، ما يفرق.
المهم انه يكون عندي 3 operands، اثنين هذولا يكونون source، عفوا اثنيناتهم دول source، وهذا ايش راح يكون destination، يعني انه الناتج اللي راح يجري عليهم مثل هذا. هسه عملية المالتيبليكيشن راح تكون بين السي والبي، ناتجها وين يروح؟ بالار1. زين نجي هسه هنا الاكزامبل 1، execute the following instruction using 3 address format، نفذ لي هذا الإعاز التالي باستخدام الـ 3 address format. اوكي هذا الإعاز هو x يساوي c في b على r ناقص d. طبعا انا استخدمت هذا المثال مكرر على كل الانواع حتى تقدرون انه تميزون الفرق بين كل وحدة ووحدة. هنا نجي صيغة السؤال، طبعا راح يكون فقط هذه الصيغة، انطيك فقط المعادلة وهذا كله انت تسوي. Solution: the solution is shown below. Together, we'll comment that explain the register transfer operation of each instruction. يعني راح نوضح شنو حالة الريجستر لكل إعاز. نجي هسه بما أنه أنا إيش عندي هنا هسه أضاوع على المعادلة، عندي ضرب وعندي قسمة وعندي ناقص. أوكي؟ فإذا هسه منطقياً حتى أجي أريد أنفذ لازم إيش أسوي أول شيء؟ أجي أضرب السي في بي، الناتج مالته اوكي على الار ناقصا الدي، بس شو اسوي؟ اقول السي في البي مره وبعدين الار ناقص دي مره وبعدين النواتج مالتهم اقسم. هذا منطقيا طريقه الحل الثري بها سهوله، بها مرونه نقدر ننفذها مباشره. نجي هسه اول شيء عمليه الضرب راح نسويها عمليه المالتيبليكيشن، راح تكون بين السي والبي وناتجها راح يكون في الار1. هذا الار1 منين جبته؟ الار1 انه انا فرضته ريجستر، بس لازم يكون ريجستر حتى يكون بناتج الخزن وهذول الكونستانت. فاذا ناتج السي في البي راح يكونون في ار1. ليش ار1؟ ار1 لانه انا اذا استخدم اكثر من مخزن او ريجستر للخزن راح اسمي كل واحد تسميه مختلف. فاذا راح يكون عندي السي في البي ناتجهم راح يكون في الار1. صيغه الجدول راح يكون هو عدد الخطوات او ترقيمها وشنو الخطوه والوصف مالتها الديسكريبشن. فاذا نجي هسه بالخطوه الثانيه، قلنا لازم شنو نسوي؟ نسوي عمليه الناقص لهذول الار ناقص الدي. فاذا الار ويا الدي هي عمليه سبتراكشن، ناتجهم وين راح يروح؟ راح يروح بالار2. الار2 منين جبنا؟ قلنا لازم نفرض. فاذا الار ناقص الدي والناتج مالتهم يكون بالار2. زين هسه بعد ما انه صارت عندي نواتج، نواتج وين صارت؟ النواتج صارت عندي بالار1 بالار2. فاذا هنا لازم يكون عندي الار1 والار2 ناتجهم في كونستانت اللي هو شو اسمه اكس. اوكي ها جدا مهمه انه راح يكون الناتج مالتهم في اكس، يعني اذا كان هنا واي هذا راح اسميه كونستانت واي، وبالتالي راح يكون عندي ناتج الار1 ويا الار2 division بالاكس. اذا تلاحظون انه الريجستر الاول، الريجستر الاول اللي يجي ما بعد الديستنيشن السورس اللي يجي اول واحد هو اللي راح يكون بالتوب، يعني هو راح يكون القسمه، يعني من راح اقسم اذا ردت العكس لازم اقلبهم. واضح؟ اتمنى انه تكون الملاحظه جدا واضحه، واذا عندكم اي استفسار او سؤال دزولي كومنت حتى نناقش به. The advantage of a 3 address format is that it result in short programs when evaluating arithmetic expression. الادفانتج الوحيد او المهمة في ال 3 address format هي النتيجة راح تكون بخطوات جدا قليلة خصوصا في العمليات الرياضية. بالنسبة لل 3 اذا عندكم اي سؤال أتمنى تدزولي بالتعليقات، وراح أكمل على الفيديو اللي بعده بالنسبة للتو. شكرا جزيلا.